الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. أكد موقع بيغ ثينك إيدج الأمريكي أن العراق بين أغلى دول العالم من حيث تكاليف البدء في المشاريع التجارية. وكشف الموقع الذي استقى بياناته من تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي أن تكاليف البدء بأصغر مشروع تجاري في العراق تبلغ 1574 دولارا، مبينا أن هذه الرسوم تعتبر من الأعلى في الشرق الأوسط. وأكد الموقع الأمريكي أنه غالبا ما تدخل الحكومة في العراق الشركات في عمليات إدارية معقدة تستغرق وقتا طويلا لإنهائها. طلبت لجنة الإعلام والاتصالات البرلمانية بوقف عمل شركات الهاتف النقال لحين دفع الديون المتراكمة عليها والبالغة 1.460 تريليون مليار دينار عراقي. وقالت عضوة اللجنة ريزان شيخ دلير إن هذه الشركات ترفض دفع الديون المتراكمة والضرائب المفروضة عليها منذ عام 2014 ولغاية الآن، مؤكدة أن عملية تجديد عقود هذه الشركات غير قانونية، لافتة إلى أن أسعار خدمات الهاتف النقال في العراق مرتفعة جدا قياسا بدول الجوار. هدد مصرف الرافدين بملاحقة المتلكئين في تسديد الأقساط المستحقة عليهم. أضاف المصرف أن هناك بعض المتلكئين لم يسددوا ما بذمتهم من أقساط الدفعات الشهرية المترتبة على القروض والتسهيلات المصرفية الأخرى، مؤكدا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم لاستحصال الغرامات التأخيرية المفروضة على المتلكئين. كشف معمل أسمنت كوبيسة عن وجود محافظات لا تسمح بدخول منتجاته إليها. وقال مدير المعمل ياسين نافع إن المعمل الذي ينتج الأسمنت بأنواع مختلفة حقق إنتاجاً بلغ 80% من طاقته التصميمية، مؤكداً قدرة المعمل على سد حاجة الأنبار وباقي المحافظات الأخرى بإنتاج يومي يزيد عن 7000 طن، إلا أن هناك تعمداً من قبل بعض المحافظات برفض دخوله إليها. ارتفعت أسعار الوقود والخبز في سوريا مرة أخرى من جراء الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد، وأعلنت وزارة التجارة في سوريا رفع سعر لتر الغاز ليصبح 500 ليرة سورية بعدما كان محددا ب 180 ليرة لمعظم القطاعات و 135 ليرة للأفران، أي بزيادة تجاوزت 170%. كما ضاعفت الوزارة سعر ربطة الخبز لتصبح 200 ليرة سورية بعدما كانت 100 ليرة سابقا. انخفضت أسعار النفط مع عودة ظهور تفشي السلالات الجديدة من فيروس كورونا في العديد من الدول. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم شهر آب بنسبة 0.2% ليصل إلى 74 دولارا و41 سنتا للبرميل بعد ارتفاعه بنسبة 3.3% خلال الجلستين الماضيتين. وتوقف الزخم السعودي للنفط الأسبوع الماضي بعد التخلي عن اجتماع أوبك بلس بشأن مستويات الإنتاج الذي كان من المتوقع أن يستعيد التحالف المزيد من الإنتاج الذي تم تخفيضه خلال الوباء. إلى اللقاء.